مرة تانية إن شاء الله. وكمان كان في النهاردة اجتماع مجلس إدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عقد اجتماع اليوم الخميس بنظام الفيديو كونفرنس. تواجد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي برفقة طبعا العميد محمد مرجان المدير التنفيذي في فرع النادي بالشيخ زايد. جهزت إدارة تكنولوجيا المعلومات شاشة كبيرة في غرفة مجلس الإدارة يتواصل من خلالها رئيس النادي مع كل أعضاء مجلس الإدارة عن بعد. طبعا بيأتي الاجتماع طبعا الفيديو كونفرنس تماشين أكيد مع الإجراءات الاحترازية والوقائية طبعا المتبعة الأيام ديت، ومن خلال طبعا الأيام اللي فاتت لفيروس كورونا اللي بيجتاح العالم بشكل كبير جدا. شهد الاجتماع في بدايته تقديم طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب خالص التعازي لنادي الزمالك ومسؤوليه وجماهيره في وفاة المستشار الجليل أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك اللي وافته طبعا المنية اليوم، داعيا المولى عز وجل إن شاء الله إنه يتغمد الفقيد بواسع رحمته. وده أكيد ده مجلس إدارة النادي الأهلي اللي دايما يعني مش هنقول ده طبيعي النادي الأهلي بينعي نادي الزمالك. طبعا زي ما قلنا الفقيد طبعا كان أصيب بفيروس كورونا لكن وفاته المنية رحمة الله عليه النهارده. طبعا اكيد المجلس النهارده زي ما انت قلت كابتن هاني بكامل هيئته كان الحقيقه يعني حريص جدا على انه يشارك في تشييع جنازه المغفور ليه طبعا باذن الله. النهارده كمان المجلس بيتخذ عده قرارات، يمكن كان من اهمها الموافقه على التجديد لكافه المديرين مع تكليف العميد احمد النحاس بمنصب مدير فرع النادي في مدينه نصر. كمان تم تكليف محمد الالفي مدير الخدمات بمقر النادي في الجزيره بالاشراف على الخدمات وكافة المنافذ أيضا بفروع النادي المختلفة. كمان تم ترقية أشرف عمر محمد إلى منصب نائب مدير إدارة التسويق على أن يعاد التقييم خلال 3 شهور بشأن تجديد الثقة في ظل سعي مجلس الإدارة لتحقيق هدفه بشأن تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي. كمان النهاردة المجلس وافق في اجتماعه اليوم على عمل الكابتن طارق محروس المدير الفني لفريق كرة اليد رجال محللا في كأس العالم لكرة اليد اللي طبعا بتحتضنها مصر خلال الفترة من 13 لل 31 يناير اللي جاي. وده طبعا والموافقة كمان على عمل ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد بالنادي منسقا للاتحاد الدولي للعبة خلال فعاليات بطولة العالم القادمة. كمان طبعا زي ما حضراتكم عارفين وده يمكن الكلام اللي احنا بدأنا بيه في الأول، النهاردة في مناشدة من جميع الجهات والحكومة وكل يعني الحقيقة يعني كل الهيئات كل الناس النهاردة بتتكلم على لازم نتصدى الفيروس كورونا. النهاردة طبعا المجلس بيناشد بضرورة العودة بقوة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لهذا الفيروس من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، مع التأكيد على ضرورة استخدام الأدوات الخاصة بالتعقيم والحرص على استخدام الكمامات والابتعاد تماما عن التجمعات والتواجد في الأماكن المغلقة. كمان هذا الاجتماع بيشهد التأكيد على التنسيق ما بين الإدارة التنفيذية واللجنة الطبية في النادي من أجل التشديد على كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا. ده مهم جدا. لا طبعا مهم جدا. يعني ان شاء الله باذن الله يعني كل الامور تمشي بسلام. وزي ما انت بتقولي مجلس اداره النادي الاهلي كمان على المستوى خدمه الجمعيه العموميه طبعا بيناشد كمان خلاص الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا، بيناشد كل الناس الموجوده الالتزام التام بالاجراءات الاحترازيه طبعا للبعد بقى عن مشاكل.